تمام يا زلمه والله منخلصه منروح. فيلم حلو كتير حاجه افلام افلام حياتنا لا مو معقول شايف كيف عم عيني شوفي طبعا لانه من زمان ما اجينا على السينما اكيد انت استغربتي ما هيك اذا مو مصدقتيني رح افتح لك ارشيف الستوريات تبعنا على هادي يا عمور هو هون مي هاد اللي اسمه كرم الشاب اللي تعرفت عليه اجباري هديك المره وينه وقفي شوفي كرم برافو يا عمور برافو ما خليتيه يشتلق على شي بنوب شكرا لك وهي شافنا والله شب حليوه يعني احلى من الصور بكتير حبيبتي انا بوعدك اخذ لك موعد عند دكتور العيون باقرب وقت ايه خلص ايمينا من هالحكي بنار اف يلا خلينا نفوت شو جابها هي كمان تمام انت شو بدك فيها اجينا نتفرج على فيلم انساها عم تطلع ايه تطلع عادي يا مور ليش عم تطلعي علي شوفي العروس حلوه قلت لك لا بقى تقول كلمه عروس من هالقصص ان شاء الله ما تكون جايه على نفس الفيلم ان شاء الله حيبلش الفيلم خلينا نفوت خلاص بقى يا مور خلينا نروح بلا ما ننزع مرقنا طلع فيني بطريقة سخيفة وترني بلا جنان بنار هلا رح تبيني كأنك هربتي لما شفتي بعدين هون سينما كبيرة يعني ما رح تجي عينك بعينه صح؟ إن شاء الله يلا إن شاء الله ما تكون الكراسي قريبة من بعض إيه شو علاقة هي بهي كمان طبيعي تكون بعيدة أكيد ما رح نقعد جنبهم يلا خليني أشوف وين كراسينا إيه لا يا مور نحن بنفس الصف شو نعمل هيك إجا حظنا مستحيل ما بعرف بلا ولدنا بنهار يلا لا مو قدرانة نحن جنب بعض مستحيل أقعد جنبه رح تبيني مهتمة فيه كتير عم تفهمي مشان هيك يلا امشي شوفي الناس ناطرين ورانا يلا عفواً مرحبا لو سمحتي ممكن نبدل أماكننا معكم إذا ما فيها إزعاج لا نحن مبسوطين هون روحي روحي ليكي عدي مكاني عدي خلصينا رح تبهدينا عفواً ممكن تعدوا بقى بربك عدي مكاني خلاص بلا جنان روقي لا تطلعي صوت يا رب تعطيني الصبر من عندك إذا ما بتعرفي شو قوانين السينما لا تجي عليها أبدا عدي ببيتك وشوفي أفلام كرتون أنت آخر شخص ممكن يعطيني درس بالأدب شفتي بدي ركز بالفيلم